قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. إن أولئك الأولياء الأصفياء الذين حققوا التوحيد فاستمسكوا بالعروة الوثقى وحققوا التقوى مع تحقيقهم للتوحيد وحرصهم على التقوى والإقبال على الله عز وجل، يحققون المحبة فيما بينهم، فيتحابون في الله سبحانه وتعالى، فتكون لهم المنزلة العلية يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عباداً ليسوا بأنبياء، يغبطهم الأنبياء والشهداء، قيل: من هم؟ لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا انتساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وفي رواية: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. نعم يا عباد الله، إن ربهم يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي.